يلا السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي حسنا جات، شوفوا حسنا كي ولات بيدي حسنا كوميدي بنت عطا جاكم ونا سيلويت البنات اللي متبعاتني القدامى اللي غيعرفوا حسنا بروبري زي ماري داون. حسنا دارت واحد العملية وهي الضعف، ولكن دارت الريجيم ومتبعة ما شاء الله هذاك الشيء، والله يعاونها لان صعيب باش تبعي لك الريجيم كتاكل على الشويه داك الشيء وانا يضم فيسيه ولا تيفيسيه 20 كيلو البنات كنصحكم ديروا العمليه مابقاش كيضرني ظهري مابقاش كيضرني ركابيه 20 طيحتي 20 كيلو وشحال في ظرف اش ما كاملش عام لا ما كاملش عام حيدتي 27 بزاف زوينه القضيه ولكن مابقاش كيضرني ظهري الحمد لله وقتي على سلامتك الحمد لله مابقاش يضر ظهرها غوري غوري جابت لي الزيت وكلشي كيسولني على الزيت انا هاد العام ما شريتش من عندهم الزيت لحقاش باقي عندي الزيت ديال العام الفايت ولكن شريت شي حاجه قليله مالفا كناخذ 100 120 هاد العام سافرنا بزاف لنابولي لا مشينا لنابولي جلسنا شهر ونص مشينا للمغرب جلسنا شهر فهمتي وما استهلكناش بزاف المهم انا شريت من عندها واحد الكميه قليله وجابت لي العسل المهم الزيت البنات اللي بغاو الزيت غنخلي لكم الرقم ديال حسنه هنا الفوق وتصلوا معاه في الواتساب خدام على الواتساب هذيك النمره اللي عندي لا خدامين بجوج نفس النمره اوكي هذيك النمره والعسل اللي بغاتو راه تتواصل معايا كتسكن في ميلانو ولا كان هنا وبغاو يتفقوا البنات بزاف ياخذوا الزيت راه ممكن تجيبوا لهم لا على شي 30 لتر ولا 40 تقدر تجيو تجيبوا اما على 5 لتر تبدا جايه من ميلانو فهمتوا يعني ما نو كونفيني وتتخدم هذا هو المشكل والزيت عندها هنا ديال الزعتر غتخلي ليا واحد لتر تا هو زعتر كلهم هادو هذا زعتر هذا خروب اها كروب هذا الخروب هذا ديال الكاليبتوس هذا الكاليبتوس والزعتر ثلاثه د واحد كاين ديال الزقوم خليك الزقوم هذا اللي الزقوم هذا الليمون هذا ديال الليمون المهم انا بغيت ديال الزعتر الزعتر هو زوين ناخذ هذا مع شكرته ليا بزاف هي والاخ ديالها الاستاذ احمد تركتها صافي غناخذ ديال الزعتر الزقوم زوين المهم عزيزه ليا وكيعجبنا الزعتر والزيت ها هو راه الزيت راه زوين ها نتوما شوفوها غادي يجي جاكم هو اللي غادي يحل دابا غيخوي في هذه القرعه وغادي يحل بعد القرعه يخوي لينا هنا شوفوا ذوقوا معنا البنات ضروري واخا نذوقوا حنايا وذوقوا انتوما انتوما سي جيلاتو ها لا تجي مسدود هذا ما كيكونش محلول دير لنا هنا جاكم ما تي بريما كوا هاد جاكم غادي يخوي من العصير هانتوما شوفوا شحال خضر الزيت ها الزيت شوفوا ما شاء الله من الشجره للحجره من الشجره للحجره البيرغامو هانتوما شوفوا ما شاء الله كي تنزل ها انا راه مجرباه ومعوداه وعندي مشاكل ديال المعده وراكم عارفين كل شيء راه مولفه كناخذو عندهم كل عام هانتوما شوفوا معايا وشوفوا شوفوا شوفوا ما شاء الله شفتوا شوف ليه هابط شوف ها عاوني عاوني اختي شوف شحال خاسر البنات بحال الزبده اه لا والله الا بحال الزبده شوفوا شوفوا ما شاء الله اوكي وهذا هنايا نتوما غادي نديرو منه دابا في الشرموله ديال واحد الزيتون غنديرو جاكم ودي بس جار له حنا غندوقوه بسم الله الخبيز ها هو خبيز يلاه حتى هو طايب سخون بسم الله اوكي يلا ما نطولش عليكم حنا غادي نستعمروا باش غنديروا في هاد القراعي غنخلي لكم حتى منين تنشريو هاد القراعي غنوري لكم واحد الفيديو دابا قصير منين كنشريوهم اللي بغاتهم البنات بزاف كيسولوا عليهم ويلا اللي بغاتو غادي تواصل مع حسنا غنخلي لكم الرقم ديالها بالنسبه للاخوات اللي هنا بالنسبه اللي في المغرب مابقاش عندك بزاف شحال تقريبا بقات عندي شي 250 250 الله يجعل البركه راه ما سمعتو المهم اللي بغاتو غتواصل معاها وغنخلي لكم حتى الرقم ديال الاخوان ديالها في المغرب اللي بغاو يشريو من عندهم في المغرب ونتمنى ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع كلشي اللي بغاو يستافدوا واللي بغاو الزيت وهنا المحل ديال القرعي كيف ما قلت لكم ها نتوما كتشوفوا معايا هنايا هذا ليبر ديال سيرياطي بالنسبه للاخوات اللي كيسكنوا هنايا هذا المحل هذا ليبر ديال سيرياطي تينترو كوميرشالي حتى هو وراه في اي بلاصه تلقاوهم غير ردوا البال فين كيتباعوا البلاصه داك الريبارتو فين كيحطوا القرعي وداكشي راه تلقاوهم كاينين كاع لي طاي كلشي كاينين ديال جوج يترو ديال 4 يترو ديال 5 يترو
ديال الاطراء اللي بغيتو نتوما كتاخذوا القياس اللي بغيتو. هادو هما اللي جابت جاكم هاد المره. لحقاش واحد المره دوك اللي عندي الاغلبيه ما عندهمش هاد الشبيكه التحتانيه، عندهم غير ديك الفوقانيه. واحد المره في الكراج كنت حاطه الزيت وانا نهز، حنا شارينهم اللي طلع عطاه بلا شبيكه، وهزيت هذيك ديال 5 متر وملي حطيتها للارض مع ثقيله، ملي حطيتها وهي تخبط ليا مع داك مع الارض ما جليش، وهي تزلع داك الزيت ما خلى فين وصل مع ديك الخبطه، تخبطات واخا قليله غير بشويه الزيت مشى. لهذا وعندنا بزاف ما يعني ما يحتاجش اننا نشريهم، وهاد المره دابا مشات جاكم باش غادي يشريهم، قلت ليه جيب ليا ديال الشبيكه ما شفتهم كيتباعوا، قلت ليه جيب هادوك بعدا باش حتى لا تملصات لك من يدك ولا شي حاجه مشات الارض ما غاديش تهرس، يعني هذيك الشبيكه مرفده عليها كما كنقولوا. صافي وجاب هاد جوجات، ولكن باقي عندي اللي ديال العام الفايت اللي خواو ليا، وداك الشيء غادي نزيد فيهم غنبدل فيهم هاد الكميه الاخرى. وهادو هكا، المهم غعطيتكم فكره باش لا بغيتو تاخذوا، واخا تلقاو الفرق زايد واحد شويه كيكه ولا شي حاجه، يعني راهم كيحميو القرعه الا بغيتو تحطوها ولا شي حاجه ضروري. المهم هاد الشبيكه الا لقيتوها وقدرتو تشريوها معها من الاحسن. وكاينين الاخرين كيف ما قلت لكم، كاينين دوك اللي خضرين مظلمين وهكا، يعني تيكون الاختيار ديالكم. المهم غطوا البال، راه في اي سوبر مارشي مشيتو هنا في ايطاليا غادي تلقاوهم. الثمن ديالهم راه 4 اورو ما واصلاش كاع، ها هي مكتوبه هنا 3.91. وصافي كنجيبوهم للدار كنغسلوهم ضروري، كيغسلهم جاكومو ضروري، كنعمروهم بالخل والصابون، ماشي كنعمروهم، كنرشو عليهم شويه الخل وشويه الصابون، وكيبقى جاكومو يغسلهم هكا يدي فيهم ويجيب هذاك الصابون حتى يتنقاو مزيان. صافي كنشلوهم، راكم عارفين كاع الطريقه ديال الغسيل، كيتشلو جاكومو هو عدو مع الغسيل، تيبقى يغسل ويعاود ويغسل ويعاود، تيقول لك الميكروبات في باش تيكونوا هاد الشيء برا وداك الشيء. المهم تيغسل مزيان، تيقول لك ما تنعرفوهم في اد من كانوا، هانتوما شوفوا الشبيكه ديالهم راه كتحيد، شفتوها ها هي تيغسل فيها حتى هي، شفتو كديره ها هي كتحيد منها، يعني توسخات بالغبره ولا شي حاجه. المهم مع المده راه الشيء كاع كيتوسخ، ولكن حنا دابا شارينهم جداد ما موسخينش، غادي يشللها مزيان هكا وتتحيدوا ليها داك الصابون اللي كاين في الوسط ديالها عاوتاني. وبالنسبه للتنشاف ديالها الا بغيتو تنشفوها، حنايا كنشدوها وكن نخو، المهم كيغسلها دابا جاكم وهكا كيف ما كتشوفوا، غادي يخوي منها كاع داك الماء، غادي يبقى مع الصابون كيبقى مركز. بقاو تشلوها مزيان حتى لاخر لحظه ملي تشلوها، ورشوا عليها شويه ديال الخل، الخل ضروري في الخل كنرشوه فيها لداخل، عندنا ديك الرشاشه حنا دائما ديال الخل كنرشوه فيها لداخل، وكنديروا معاه شويه ديال الماء وعاد كنشلوها مزيان، ما تنخليوش الريحه ديال الصابون باش ما تتغلبش على الزيت وتتخسر داك المذاق ديالو. لهذا كنديروا ليها الطريقه هذه. وملي كدار هكا صافي كنمشي جاكومو كينشفها بالشوشوار من برا، كنقلبوها حتى تتسقطر مزيان، الا كنا محتاجينها دغيا كينشفها بالشوشوار. يلا نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ونال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش جمال عجبكم فيديو مع